الله ليش مين شرب نت شحال كيحمقني هاد الجو هذا ملي كتكون طايحه الشتا وكتطلع هكا الشميسه. الله والله الا نحمدو ونشكرو على هاد الشتيوى ديال البنات. لاباس عليكم؟ كلشي بخير مزيان؟ كيف دوزين رمضان ديالكم؟ كي دايز عندكم؟ يا ربي كنتمنى يكون دايز عندكم يا ربي على خير وبخير. توحشكم بزاف وانتم توحشوني ياكم. المهم البنات وريتكم الجو كيفاش عندنا في قنيطره، الجو كيحمق. انا بعد الشتيوى كتعجبني بزاف، ويا ربي يا ربي يا ربي ترحمنا حيت فريمون هذا العام هذا طاحت قليله، والمغرب كامل والعالم كامل محتاج انه تكون شتيوى هاد العام هذا. والله الا عرفتي ملي كنشوفو الشتيوى كنقول الحمد لله، سورتو بهاد سورتو انه الماء قليل بزاف 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 هاد العام هذا. كما شفتو الحمامات كانوا كيسدو واحد المده ديال 3 ايام في السيمانه، لافاجات هما نفس القضيه. واش نتوما عندكم الشتيوى؟ واخا نعرف بلي كاين الشتيوى في المغرب كامل، وقولوا لي ملي كتشوفوا هاد الفيديو هذا من اين مدينه من اين دوله. واليوم ان شاء الله غادي ندوزو معايا النهير. اول حاجه غادي نمشي نتقدى داكشي اللي خاصني، تشهينا الحوت طويجين ديال الحوت. باش نكون صريحه ما كنصدعش راسي هاد العام هذا، سورتو مع اياس كيقول لي شوفي ما تقوش عندك قوه التعمار وقوه ديال المخامر وهذا وهذا، درينا بلا واحد اللي يكون برينسيبال ناكلو فيه ونشبعو فيه. وداكشي اللي كاين كنديرو شليضه كنديرو طويجين كنديرو روح هكا الحوت ولا شي حاجه. قولوا لي نتوما كيفاش هاد العام كيفاش دايز عندكم؟ واش كاين شي شهيوات ولا ما كاينش شهيوات؟ وماما البارح جات من فرنسا، بالنسبه للناس اللي ما عارفينش ماما البارح جات من فرنسا، وقلت لها شوفي بلا ما تضربي تماره اجي فطري معانا الغد ليه، انت يلا خاصك تتغداي تخرجي ديري تفعلي، اللهم اجي الفطر حنا راه نوجدو غادي نوجدو. وفي نفس الوقت نجمع مع بعضياتنا وتوحشناك وهذا وهذا. وماما عزيزه على الحوت وتعكوزتي عزيزه على الحوت وتحماتي عزيزه على الحوت، وكنا نديرو حوته في الطاجين ونشارك معكم هذا النهار كيفاش غادي يدوز. ومن مورا هادشي غنجي نمشي ناخذ البنات اجلي لي بديل العيد وغادي نديكم معايا. غنمشي دابا البنات نصلي الظهر، ثاني حاجه غادي نخرج باش نمشي نتقدى داكشي اللي خاصني. يلا هو معايا. مرحبا بكم معنا فلوق جديد في رمضان. اليوم ان شاء الله غادي ندوزو معايا هاد النهار هذا. المهم الكبيده ديالي لقيتوني يلا مشيت المرجان تقدينا داكشي اللي خاصنا كما شفتوا. والى كتاب الى كتاب غادي تجي ماما وحماتي يفطروا معنا اليوم. البنات كما قلت لكم قبيله جيت ناخذ جليليبه وقفيتين ديال العيد، وضروري كنجيب بكري باش لقيت انا لي موديل اللي كيعجبوني. راكم عارفين دائما كل عام كنجي عند جولد كافطا باش نشوف انا الجليليبه ديالي. في نص لقيتها نوريكم لي موديل اللي دخلوا جدادين. فريمون البنات كاينين دي موديل اللي زوينين ودي كولور اللي كيحبوا. اجيو معايا تشوفوا لي موديل اللي جديد. البنات شوفوا لي لي موديل ديال الجليليبه دو بياس. هانتوما شوفوا لي هذا القديمه ديالو كيفاش داير، كيحمق البنات هاد الموديل هذا، حتى هو راه فيه اللوينات وفيه لي طاي. هانتوما شوفوا هاد السوا منبت بالعقيق براندا تري بيل كولور البنات. هانتوما مات اللوينات لي ديسبونيبل. شوفوا 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 هاد لورونج شحال كيحمق. هانتوما الزرار ديالو هذا راه كنت قيستو فواحد لي ستوري بالنسبه للناس اللي متبعيني في الانستغرام. هانتوما خاصة البنات راه كاينين الجليبات اللي كيكونوا هكا اون سول بياس. هذا البنات راه دايره ليهم زينه بثمن جد مناسب. هذا البنات 400 درهم 400 درهم فيهم البنات وفيهم لي طاي. كل موديل فيه الطاي ديالو من ان حتى لدوبي فيها البنات من ان حتى لدوبي. هذا البنات راه ما شاء الله زوينين. شوفوا اختي كيفاش دايره زوق المعلب تعصاب شي حاجه اللي غزاله ومفينيه فيهم البنات ديالهم ولي طاي. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو ديال اليوتيوب حاجه رائعه. الناس اللي زاد عليهم الموديل هذا هذا اليد عشاق اليد الحاجه اللي غزال طرز الباطي باليد كيجي رائع وانيق في اللبسه ديالو. فيهم الوينات ولي طاي ديالو ما فهمت باقي الوان كاين الوان وكاين فيهم حتى لي كرون طاي فيهم الوينات ديالو كاملين. فيهم الوان كاملين كل الوان لي طاي ديالو اي لون يطيح لكم في البال. كاين الوان تبارك الله كاين الوينات كاملين. راه زينب راه عندها اون شان في يوتيوب بالنسبه للناس اللي باغيين يدخلوا يشوفوا لي موديل كثار.
خلاص انا خاصه بهذا الشيء ديال البنات ديال الخفيف ماشي وكنديروا لي لايف كما كنقول لك ديما كنديروا لهم مع 11 يدخلوا يشوفوا لي موديل كيلبسوا ليهم ويشوفوا الحاجه ملبوسه مرحبا هذا خفيف هذا كنستقبل الضيوف هكا العيد كيجيو ساهلين انيقين وتقدر تصبن حتى بلا بلا بحال هذا الثمن ديالو 350 درهم هانتوما خفيفين واجد ما تصبريش راسك ما والو كريت بريمير كما قالت لكم 350 درهم بالنسبه للعريسه والنفسه حتى هما دابا كلشي ما كيعجبو بلون كلاصو بلا كيتلبس بقاش بحال شي حاجه كتلبسو غير العروسه بوحديتها هاد الالوان كل ما تبارك الله فيه لي طاي ولي زوينات ولي طاي الثمن مناسب البنات 350 درهم كيف ما العيد برضو كيف ما العيد 350 درهم لا الميلومي ام حتى الدوبل اكس ال وفي تيستا البنات ضروري نقيس لكم الجلابه شوفوا لي هذا الموديل هذا ديال الخيط ياك هذه لولا هذا هانتوما شوفوا لي انيق هذا راه نوفل كوليكسيون دخلت مع نيشان يلا حداته زينه الفيليات ديالو فيها لي طاي يعني التيسو كيكون لون واحد غير الطرزه اللي كتكون فيها اللوينات نجي نوريكم البنات اللوينات هذا عاوتاني راه لقيتو هاد الثوب هذا دابا لقيت ديالو لا كاين اللي كيتشكل يعني كيف هذاك كله خير ما كاينش ثاني لون واحد كيبغي يبدل يبدل من الكرات هي كيجي انيق اللبسه ديالو خدمه بالبرشمان والطرز الرباطي يعني التيسو كيكون لون واحد غير الطرزه اللي كتكون فيها اللوينات ديالها وكاين اللي طيو فيهم حتى السن ديك الطرزه فيهم لي كونطا بالنسبه للطرزه كتبدل كاين طرزه مختلفه كاين هاد الطرزه اللي بسنتي غير دخلت دابا بنتي دخلتي شتي يلاه دخلناها كاين هاد الزواقه هادي حتى هي هادي يلاه كنتي جبتها انت باش تسمي حتى هي فيها لي طاي والوان وفيهم لي كونطا راه فيهم حتى 36 37 فرق كاين لي طاي كاملين كاين حتى هاد الزواقه هادي هادو الثمن ديالهم 400 درهم هادو 400 درهم كاينين هادو كنت هما نفس الثمن تما 400 درهم كاينين هادو حتى هما في صاله مخزنيه حتى هما نفس لي بري حتى هما 400 درهم تما كيجيو رائعين بالنسبه للتوبياس كاين ها انتم البنات شوفوا لي عاوتاني هذا الموديل في الدو بياس هذا البنات نوفل كوليكسيون هذا البنات عاد دخلته هو دو بياس 550 درهم فيهم اللوينات ديالهم فيها هذا اللون فيها هذا اللون هذا فيها هذا اللون هذا فيها هذا اللون هذا وفيها هذا هذا البنات 550 درهم 550 درهم البنات شوفوا لي هاد الجليبه بزاف هذا البنات تاعي دو بياس جبت لكم جليليبه مع قفيطين ديالها ما تحتاجوش تقلبي على القطار نهائيا هانتوما شوفوا ديال البنات كيفاش دايره الخديبه هنايا هذا البنت هما فيها لي طاي فيها اللوينات هذه الثمن ديالها البنت هي قفيطين ديالها 700 درهم هذو من قفيطين وتبي منها جليليبه يعني قطعت بسيط بوحديتو جيبتها من ديك الرساله حطيتها فيها اللوينات ديالها وفيهم حتى هما لي كون طاي من ام تل 5 اكس فيلم دروب طاي الثمن ديالهم 700 درهم يعني كلها باليد والطرز الرباطي وش حاجه زوينه تحت لي راه ماشي بحال الفوقاني كريب كوري تحت لي الفوقاني تحت لي كريب البروميا يعني شي حاجه زوينه شوف كي دايره البنات حتى داكشي قلت لكم غتستغلوا على جوج المرات على جوج المرات ها البنات كاين حتى البلاصتي ديالها وفيها حتى الموسلين اللي بغات الكريب كاين واللي بغات الموسلين كاين حتى ما كيختار اي اللي بغات الكريب 700 واللي بغات الموسلين تحت 600 كيبقى هانتوما دابا شوفوا لي عاوتاني هاد القفيطين هذا هانتوما بالرامضة والعقيق بالرامضة والرباطي باليد كله باليد هذا كله باليد كله يعني. باليد شي حاجة اللي رفيعة والثمن ديالهم 700 درهم الكريب كوريا وش حاجة غزالة يلا دخلوا فيهم البنات هذا ما كانش داك المرة يعني لا ما يلا دخليهم يلا دخل فاش كنقول لكم الا بانت لكم شي حاجة هذاك الساعة درو لها سكريم حيت راه اللي كولا غبا كيبقاوش اللوينات وكل يومين ثلاث ايام كتدخل تدخل سلعة جديدة يتبعوا لاباج ديالنا باش ديما يوصلوهم من جديد ومرحبا بالجميع وكاين لي طاي كاين تي لي كون طاي جميع لي طاي كاملين والوان تبارك الله زوينين زوينين صراحه هذا هو لو بلون ديالنا بلون كاسي البنات غادي نوريكم واحد القفيطين زوين بزاف هذا هذا دخل هذا المهير هذا هي تشوفوا هانتوما شوفوا لي الخدمه ديالو هذا البنات هو راه فيه اللوينات وفيه لي طاي اي موديل كنوريه لكم راه كتلقاو فيه لي طاي وكتلقاو فيه اللوينات هذا الطرز الرباطي المرضوخ اخر ما كاين دابا يلاه داخل فيه اللوينات ضروري تجي زين تعاوني شويه الرباطي بالمرضوخ شي حاجه اللي غزاله باللوينات فيها اللوينات ديالها ولي طاي وفيهم الالوان كامل وكل لون فيه لي طاي ديالو الثمن ديالو 450 درهم شوف والله الا كان الرباطي شي حاجه رفيعه والثمن 450 درهم شوفوا نقرب لكم باش تشوفوا الخدمه كيفاش دايره شوفوا الخدمه فينيسيو كيفاش داير راكم تبارك الله كلها كاينه
كنقول لهم اي لوح لمسي فيه تلقاه عندك القطعه مرحبا بالجميع الوينات تبارك الله كلهم تبارك الله الوينات كاملين كلهم غير غادي ديال الوينات كاملين مرحبا هانتوما شوفوا لي هانتوما الموز موز انت الوينات كلهم كاينين كلهم شوف ما شاء الله شحال ديال الوينات هانتوما الغوج ديالو شحال كتجبد الوينات كلهم هانتوما شوفوا الموز هانتوما صفر بيض تبارك الله جميع الالوان اللي طيحوا لكم في وصحة والراحة لأي واحد غيجي ياخذ من عند جولد كافطو مع عند زينب وأتمنى فيكم دير لكم ثمن مناسب بالنسبة للناس اللي غيجيو من الدار ايوا بصحتي وراحتي هانتوما هادو غتشوفوهم حتى نهار العيد بصحتكم حتى نتوما جليبة ديال العيد اللي كنتو خديتوها والبنات اللي كيسولوا على لادريس هانتوما الدخلة ديال المول هي هادي راه جايين البنات في الخبازة راه كاين مول واحد اللي كبير هانتوما شوفوا لي البنات كلوة شحرة بالصيلة كتجي البنات بنينه يلا جبناها دابا حتى لاخر اللحظات عاد وصلت عليها الياس ها انتم نشهيكم في هذا الفطور هذا ها انتم البيت ديال الطويبله ديالي ديال اخر دقائق ولكن البلو برانسيبال اللي كنت عوال عليه هو الحوت اللي وريتكم قبيله اما كلشي هادشي ضروري كيكون كل نهار انا فرحانه البنات اليوم جات ماما بابا جوزتي احمدي وخالتي سهيه المهم كنفرح من كيجمعوا لي راكم عارفين انا وايات كنفطروا انا وياها الراس في الراس ولكن هاد النهار هذا كاين سبيسيال داكشي علاش كنتو متوحشوهم وتوحشتوني بغيتو تشوفونا كاملين ورمضان الحمد لله كيجمعنا مع بعضنا شو جابت لك مامي شو جابت لك مامي شو جابت لك مامي من فرنسا سيدي المان ها كنت حشم زعما شو سميتو هذا سبايدر مان سبايدر مان ما كحتي الناس في فرنسا كي جاوك الناس فرنسا كاش كعرفوك يا وقتي مشيت صوت مع وليدي تكملي مع بنيتي وليداتي عاد تالي هنايا كي تقول لها طويبة لا تبارك الله ما شاء الله انا غنشوف غنشوف شوف بناتي عمرك هي اللي شي زين توحشيني واش مبروكه شباكم صحيحه كيدوزو مع الطويله كيدوزو تماره دوزت الهيبه كاينه تقوت وجد 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 شويه حنا اقسم بالله هاد العام كنديرو فلا والله الا سبحان الله العظيم ما بقاتش شحال بكم ولكن جيتي فطرتي عندي غدا غنقول لك حاجه وحده لا غنفطر عندك اليوم صافي علاش انا غنجي نفطر عندك صافي عليكم كي جاكم الفطور رمضان يعطيك الصحه بزاف تبارك الله مزال بنتي خالتك وامك وما يشكشكروك ايوا تجمعنا اليوم الحمد لله ايوا شتي كان ناقصه بليصه ياك بعدا هو دابا الفطور عدنان ها ما بغيش دقدق ندقوا هنا ولا ندقوا هنا ما بغي ندقوا عندك فطرنا عند خالتي فطرات خالتي انا ما غنقصش عند خالتي ما فطراتش عندي صافي ماشي مشكل انا خصني انا تنشبع دوران عاد ندير لك الاخر انت الاخرى صافي بغيتي يلا فطره ها شتي دابا قبيله قلتي لي كيفطر الاخر يفطر عند شي حد يفطر عند شي حد الاخر كيخرج الفطره تخرج العرض اللي عندك نهار الاخر خرج 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 على الفطره صافي هذه السعوديه حتى هي ايوا ان شاء الله ان شاء الله يكون اجي غدا اختي مالكم مرحبا قضيه التيره ساهله مالها شي حاجه واعره عندها جو مرحبا هاني اش غطا ديال النشيوة شنو بغيتو يلا الله يا ربي كنشربو صافي مرحبا بكم يا الله غدا عندي يا الله شنو بغيتو على الحريره موجوده على الحريره موجوده الحوت كلينا صافي الملوي كليت ولا جيت ولا جينا نهضر على شنو كليتو ما طيبوا لينا واش معمر كلينا معمر لاوا كليناها كيدوز الصندان وجبتو كي قلت لكم قبيله شي شهيوات
وصراحة رمضان شنو نقول لكم ما بقاش داك الشيء ديال شحال هذا وجد 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 والو الا طبق واحد كتاكلو كتشهي وكيشي الخير سبحان الله العظيم. دابا كثرت الماكله كدير عا الامراض واحد يقول لا واخا كتحطي ما بقاش والله ما بقاش كله ما بقاش كتركزي على حاجه وحده كتاكليها وشي لا قرتي غير العين اللي كتاكل هادشي اللي كاين كتحطي ديك الطبيله فيها كلشي باش كتاكل الحمد لله كل واحد كيف تايدو رمضان ديالكم تتموتوا في شي شهوات اللي مشى عند وليداته بحالي اشنو كيفاش دوز رمضان ديالو الحمد لله انا دوزت في الغربه الحمد لله صعيب شويه نقعد مع الغربه صعيب ما كتلقايش كلشي خصك لا ما وجدتي ما تاكليش سبحان الله دابا التواخر كلها ولينا كناكل بلا واحد قول لك انا ناكل ما بقاش كنتعشى نفطروا ونتعشى بحال هذيك كنا خاصك كنزيد ديري السحور وديري الفطور دابا والو بليتي انا من الفطور حتى الفطور وتا كتنعسي هانيه والله تتباتي مرتاحه وتا النهار كتقيلي مرتاحه هذا الا ما فطرناش وهذا وتعشيتي وتصحري ما كاين والو حنا داكشي اللي قسم الله كنحطوه في الفطور كناكلوه صافي داكشي اللي يمكن الناس كاملين ولا لا اغلبيه دابا الناس كنا على ما اظن انا طاجين اي درتي طاجين درتي اي حاجه كتحطيه في الفطور اللي بغى شي حاجه كياكلها صافي هذا هو اللي كان الحمد لله ايوا الحمد لله انتم واش راكم مرحبا كل عام يا ربي ويخرجوا بالسلامه ان شاء الله ويتقبل منا ربي حبيبي صالح الاعمال لينا ولجميع المسلمين يا ربي ويسهل عليهم ويسهل على وليداتهم وينصر على سيدنا محمد يا ربي كنتلاقى بهم دابا وعرفتي شنو وتلاقينا مع واحد الدري في المطار اللي شاف الفيديو تيقول الحاج قال له الحاج لاباس قال له لاباس قال له ما عرفتيش شايفك قال له في التلفازه ويدير لي يمكن قال له الحاج واش يقول يقول والله تلعب في اليوتيوب دار لي هكا واحد الدري زعما غزال والله الا الناس صراحه لاقينا بهم برا لاقينا بهم في المطار في كل بلاصه اللهم لك الحمد زعما صورتنا مع الناس مالكم غبرتوا الحمد لله لا لا في المغرب ولا خارج المغرب اللهم لك الحمد الحمد لله مشكور لا لا الحمد لله كسبنا شحال نقول كسبنا 4 سنين كسبنا كسبنا عائله اخرى عائله اخرى والله العظيم الله حب الناس الحمد لله الله تلقى بهم يزيدوا حنا كنغبروا عليكم تقول توخونا راه انتم يا راكم عائلتنا الله الحمد لله واخا كنغبروا عليهم ولكن راه ديما ديما كيبقاو في البال انتم في البال حنا في البال معاكم اللهم لك داك النهار في مارينا في الغبار ما مشيتش لمارينا ماشي في الاخرى انت مشيتي لمارينا ماشي مارينا ها حليت حدا كتخرج من باب الحد وتمشي لذاك الكورنيش اش يقولوا مارينا حتى هو مارينا هذوك هو مارينا ياك قري قري ما مشيت هو اللي طاس طاس طليان طاس طليان ما مشيت لمارينا يونس يونس ومن هذه غادا ودابا يونس غادا انا وياه ما غادا معاه هو جا عندي واحد خالتي الحاجه الحاجه الله يدير فيه يونس والله ما انا يا راه خاهم اللي قالوا لي عيط انا نقول لها راه بغينا مسكين قالت لي تلعقل تا انت واحد جوج خواتات قلت لهم قامت الحالي زوينه Control, control.